وإلى وكالة الصحافة الكندية، حيث تثير قضية الهجرة والعدد المتزايد للمهاجرين إلى كندا أزمة بين الحكومة الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة كيوبيك، والتي ترى أن تلك الزيادة أثرت على كل مرافق الخدمات وخدمات الصحية لمقاطعة كيوبيك. الصحيفة أشارت إلى رئيس وزراء مقاطعة كيوبيك فرانسوا لاغوا دعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة إن لم تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات سريعة لوقف العدد المتزايد من المهاجرين المؤقتين، حيث أيضا يرى معظم سكان كيوبيك أن عدد المهاجرين المؤقتين يهدد مستقبل الوظائف لديهم. لتفاصيل أكثر عن هذا الخبر وأبرز عناوين الصحف الكندية الصادرة اليوم، ينضم إلينا من تورونتو خالد سلامة مراسل القاهرة الإخبارية. صباح الخير خالد، ما تفاصيل أزمة الهجرة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة مقاطعة كيوبيك؟ نعم، صباح الخير عليكم جميعا. هذه القضية تعود للسياسة الكندية التي تغيرت مؤخرا للهجرة. الحكومة الكندية الحالية بقيادة الليبرالز وجاستن ترودو أرادوا أن يجتذبوا أعدادا كبيرة من المهاجرين، فقرروا زيادة هذه الأعداد حتى تجاوزت 560,000 فقط خلال العام الماضي. هذه الأرقام من الواضح أنها لم تكن تتماشى ليس مع السوق فقط ولا احتياجات سوق العمل، ولكن أيضا مع المرافق. المفارقة هنا عندما يتعلق الأمر بمقاطعة كيبك. مقاطعة كيبك مثل أونتاريو تتمتع بحدود مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كيبك كانت تتمتع بوضع متميز من حيث الهجرة البرية عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، عندما كان المهاجرون يعبرون الحدود سيرا على الأقدام عبر أحد المعابر التي تعرف باسم روكسم رود. هذا المعبر كان عبارة عن شارع من كيبك من مونتريال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يأتي المهاجرون من الولايات المتحدة بأمتعتهم بكل شيء ويسيرون سيرا على الأقدام حتى يصلوا إلى النقطة الحدودية الكندية المعروفة باسم معبر روكسم رود، ثم يطلب منهم تسليم أنفسهم، وهذا هو ما يريدون أن يحصلوا عليه. بمجرد العبور يصبحوا من طالبي اللجوء السياسي، وكندا لديها نظام طالب اللجوء السياسي يتم إمداده بالعديد من المساعدات، سواء من يعني السكن أفهم سواء من أفهم من كلامك خالد إنه دلوقتي الأزمة هي عملية هيكلة أو القدرة في التحكم في التدفقات اللي بتحصل، اللي هو إنه هي كحكومة كندية بتبقى حاطة أرقام معينة سنويا لاستقبال المهاجرين بشكل رسمي، إنما اللي زاد اللي فهمته منك إنه الطرق الغير رسمية أو الغير شرعية هي اللي أدت إلى هذا الخلل. نعم جد، هذه النقطة نقطة مهمة ومثيرة جدا، وأحيانا تكون نقطة مضحكة. الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بينهم كانت اتفاقية تدعى اتفاقية البلد الثالث الآمن. يستطيع المهاجرون غير الشرعيين الاستفادة من هذه الاتفاقية، وبالتالي يعبرون سيرا على الأقدام. ولكن السؤال هنا، كيف زادت في كيبك؟ أرقام الهجرة إلى كندا كانت كبيرة جدا، لكن كيبك ومونتريال وهذا المعبر استقبل أكبر عدد من المهاجرين من أي مكان آخر أو عن أي مكان آخر في كندا. هذا الأمر ألقى بظلال قاتمة للغاية على كافة المرافق، أي مرافق، المرافق الصحية من مستشفيات، المرافق التعليمية، لا يوجد عدد كبير من المدرسين ولا المدارس. حتى أصبح بالطبع يعني هذه المشكلة رب ضرة نافعة خالد، ربما ساعات المشكلة بتبقى هي جزء من حل قادم، أنه الحكومة الكندية ومقاطعة كيبك يقدروا أن هم يوجدوا حلول جديدة للتعامل وللسيطرة على فكرة المهاجرين سواء داخليا أو من خارج البلاد. أعتقد الأزمة ستناقش وستعامل بشكل أكثر
دقة وحزم لأنها طبعا بتمس الأمن الغذائي والأمن القومي وغيرها من الموضوعات. خلينا نروح لجزئية أخرى برضو ملف من الملفات اللي حابين نتكلم معاك فيها، وهي عن التحقيقات في أزمة التدخلات الخارجية بالانتخابات الكندية خلال 2017-2019. ليه بتثار النهاردة وإيه المشكلة؟ هي بتثار هذه النقطة لأنها جزء من عملية تحقيق جارية، حيث تقدم حزب المحافظين بشكوى للتحقيق في انتهاكات. هذه الانتهاكات تذكرنا قليلا ببعض دول الشرق. كان الملاحظة أن لوحظ في بعض الدوائر الانتخابية وعند مرشح معين أن هناك عدة باصات حملت أعدادا كبيرة من الطلاب من خلفية آسيوية. الطلاب هم طلاب دوليون وليسوا حاصلين على البي آر أو الإقامة الدائمة، وهذا يعني أنه في الانتخابات الفيدرالية طبقا للقانون الكندي لا يمكن لهؤلاء التصويت، ولكن تم وقاموا بالإدلاء بأصواتهم لصالح هذا المرشح الذي هو أيضا من خلفية من الصين. ومن هنا كانت الدعوة إلى التحقيقات العلنية، وبالفعل شكلت الحكومة لجنة للتحقيق. ولجنة التحقيق لا تشكل فقط عملياتها تحقيقات في الصين فقط، ولكن شملت عدة دول، منها روسيا، منها الصين، منها باكستان، ودول أخرى لها تدخلات. وبالفعل لجنة الاستماع استمعت إلى رئيس الوزراء الكندي، يعني مرورا بكل الطواقم من كل المواقع حتى بعض المواطنين العاديين. استمعت هذه اللجنة إلى شهاداتهم، ثم استمعت إلى رئيس جهاز الاستخبارات الكندية، وهنا كانت بعض المفارقات غير المرغوبة عندما قال رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه لم يطلع على كل الإفادات التي تقدمت بها المخابرات الكندية، رغم أن رئيسة الموظفين أو الشيف أوف ستاف في مكتب رئيس الوزراء الكندي أكدت أن رئيس الوزراء كان يطلع على كل نوت وكل إفادة من هذه الإفادات. هذا التضارب جعل لجنة التحقيق تعيد استدعاء رئيس المخابرات الكندية مرة أخرى للاستيضاح. هنا في كندا هناك تعبير ظريف، يقولون عندما تتخلى عن أحد أنك رميته تحت الباص، أو يثروهم أندر الباص. وهذا بالفعل ما شعر به رئيس المخابرات الكندية عندما قالت ردو ان هم تعاملوا معاه وكانه هو يعني كبش فداء بعض الاخفاقات او بعض اللي حصل يعني فيما يخص تصويت طلاب غير مسموح ليهم. نعم. انهم نظرا لوضعهم الثبوتي او وضعهم يعني في البلد. عامه الموضوع لسه قائد التحقيقات. انا بشكرك شكرا جزيلا على وفره المعلومات. دايما يعني موجود معنا مراسلنا العزيز من القاهره الاخباريه من كندا زميلي خالد سلامه. بشكرك شكرا جزيلا.